البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دوزتوا نهاركم؟ كنتمنى يكون داز عندكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لا ماشين كافي دولتشي غوستو. الصراحه النهار اللي خديتها كانت بروموسيون في بيم وصدقت لي مزيانه، بحكم كتخدم بلي كابسول بارابور لي ماشين اللي كيخدموا بطريقه عاديه. مهم، بغيت اليوم نوريكم طريقه الاستخدام ديالها وبقاو معايا. اجا نهضر لكم على هاد لي كابسول. هادو كيختلفوا كما كتشوفوا على حسب المذاق، كل وحده في مذاق، وحتى في الالوان راه كيبانوا لكم. ها انتم كما كتشوفوا، هذه فيها كابوتشينو وهذه فيها لينغو. مهم، وهاد نسكافي هذه ديال لي كابسول يعني كتخدميها على حسب هاد الدرجات اللي كيقولوا لك. بحال هنا عندنا جوج، وعندنا هنا عندنا تقريبا شي ستة هكاك تقريبا. مهم، هادي على حسب هاد لا ماشين، هادي كل وحده كاين اختلاف في لي ماشين، وصراحه كتجي زوينه. مهم، نخليكم دابا على هاد لي كابسول ونكمل معكم على حسب لا ماشين. البنات، اول حاجه هادي كنعمروها بالماء. مهم، قبل ما كتصاوبي القهوه ديالك كتاكدي منها دائما واش عامره ولا لا، هذه هي الحاجه الاولى. من بعد ها انتما كما كتشوفوا هذه راه كتحيد، ها انتما دابا راه هبطات على القهوه، سهله في البلاستيك، وكتغسليها وكترديها بلاصتها، يعني البلاستيك ما كتخافيش منه. ها انتما سهله، زعما ماشي شي حاجه صعيبه، وكترجع لبلاصتها. كتشعليها من هاد لابوطون هادي، ها انتما كما كتشوفوا راه هي في الاحمر دابا. هاد السهم اللي عندنا هنايا كتعطيك اما بغيتيها سخونه ولا بارده، كما كتشوفوها هي في الاحمر، وكاينه هنا في الزرق راه بارد. اول حاجه نهضر لكم على هاد الدرجات، على ما تشعل ليا هنا بالخضر. القهوه هنايا كما كتشوفوا هنا عندنا اربعه درجات، يعني ملي كنجي نخدمها كنخدم اربعه. ها انتم كما كتشوفوا حسبوا معايا، واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه، هادشي اللي كاين يعني على حساب هاد لوغونج اللي عندنا هنايا، هاد القهوه. شنقول لكم دابا، هي شعلت لي بالخضر. اول حاجه نهز هادي نطلعها الفوق، كنحل هاد المجر كما كتشوفوا، راه ديجا كنت حاطه وحده، غنحط وحده قدامكم. عندي لكم هادي اللي فيها اسبريسو، فيها جوج شرطات، كتحطها في هاد المجر هذا النيت، ها نتوما كتخشيوه. من بعد كنهبطها، يعني دابا غنحط ندير جوج شرطات. شنو نقول لكم البنات، على حسب هاد اللعبه هادي، على حسب الكاس اللي عندك. الا كان عندك كاس طويل يعني غتخدمي هادي، غتخليها في البلاصه ديالها. كان على حسب، مهم، الا كان كاس مويان كتحطيه في الثاني، كان الكاس قصير غتخدمي في الاول. المهم بالنسبه انا غندير لكم في كاس صغير كما كتشوفوا، ها هو، حيت ما دايرش اصلا القهوه، راه تجي شويه كونسونطري. المهم، ها انتما غنهبط هاد الجيت ليمن، الجيت الاحمر، ها انتما كتشوفوا. الصراحه ما كتاخذش هاد القهوه الوقت، ودغيا دغيا يعني ما كتطلبش شي مجهود ولا شي حاجه، وصراحه كتجي بنينه. ها انتما كما كتشوفوا هي كتقطر دابا، غنخليها تتقطر. الا بقات لك شي قطره ولا شي حاجه هبطت لك لهنايا راه كتغسليها، سينو كتدير شي كلينيكس ولا شي حاجه باش الا ما بغيتيش توسخ لك لا ماشين ديالك. ها انتما كما كتشوفوا القهوه هي كيف جات. البنات، بغيت نزيد لكم واحد الاضافه، ها انت باش تستافدي من هاد الكابسول. المهم ملي كتسالي منها راه تقدري تحليها، ها انتما كما كتشوفوا غنحلها لكم، وتقدري ديري بها قماش. المهم، المهم حتى حاجه ما ترمى هكاك، المهم استفدوا منها. انتما ماشي صعيبه في الحلان، المهم ها بالموز تحليها. المهم ها انتما راه دايرين ليها واحد البلاستيكه، ها هي من التحت، نعاود نضرب بالموس
انتم كما كتشوفوا هانتوما هاي القهوه. المهم كديري بها القماش اللي يديك ولا لوجهك، شوفي على حساب فين البلاصه اللي بغيتي ديري بها القماش. استفدي منها حاجه اخرى، بالنسبه الا درتي الحليب في الكاسرول طيبتي، وراكم عارفين كيبقى الحليب لاصق لك في الكاسروله، كدوزي عليها هاد ديال القهوه كتحكيها في الاول، ودغيا كتنقيها لك، وعاد كساعة من بعد كتشدي ليها وكدوزيها بالصابون. هاد الفكره بغيت زعما نشاركها معكم، وكنتمنى هاد الفيديو يكون تكونوا استفدتوا معايا، وبالصحه والراحه، وما تغبروش.